أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بالعيد السادس لثورتها المجيدة في 30 من يونيو. تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل الذي انتفض مدافعا عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه، وهي وطنيته وهويته وهويته المصرية الأصيلة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث. ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة. إن ثورة 30 من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا، هو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين.